استاذ رامي الجبالي، وايضا هو ادمن صفحه افقاد اطفال مفقوده وبتهتم بهذا الملف. يا استاذ رامي اهلا بيك. مساء يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل اتفضل. انا مش قادر اقول لحضرتك قد ايه انا مبسوط ان الملف ده اتفتح بشكل موسع زي ما انا شايفه دلوقتي عند حضرتك على ان الحلقه شاء الله وفي مش الجرايد. هنتوقف عن فتحه بالتعاون يا معاك رب يا رب كل ال... يا رب رب كل يا اللي رب بيهتموا ربنا بهذا يكرمك يا رب الملف. ويجعله في ميزان حسناتك. استاذ احمد عامل شغل استاذ وائل، رائع. ببساطه احنا قدام اسماء للاسف بقت في غير محلها. بقى قدامنا جمعيات اسمها انقاذ الطفوله بتنتهك عرض الطفوله. بقينا قدام دور رعايه اسمها احباب الله بينتهكوا احباب الله. بقينا قدام مؤسسات المفروض انها تخرج لنا تخرج لنا اطفال وشباب نافع للمجتمع، بتخرج لنا شباب واطفال ما بين بقى متسولين وبلطجيه وحراميه وضيعين ومتبهدلين ومش عندهم شذوذ جنسي حاجه. حضرتك يعني للاسف انا اسف ان انا بكلم حضرتك وانا متضايق وانا متعصب، بس الفكره حضرتك ان انا بقالي سنتين عامل صفحه اسمها اطفال مفقوده، عمال كل يوم حاسس ان انا بحفر في ميه. وزيره التضامن ربنا يعني يسامحها من حوالي 6 شهور طلبت التواصل معانا، ورحت قعدت معاها من 4 أو 5 شهور وقعدت معايا 3 ساعات كامله واتفقنا فيها على الطرق للتعاون، واديتها بنفسي معلومات قدام مساعد الوزيره. يعني هي كانت قاعده معانا وكان قاعد معانا مساعد الوزيره في وقتها كان اسمه الاستاذ مسعد رضوان، وكلمته وقتها في حاله الشذوذ بتاعه الجنسي اللي كانت موجوده في دار انقاذ الطفوله، وكان رده عليا رد غريب جدا. قال لي ده شيء وارد وموجود في كل حته في العالم في الاماكن اللي فيها اطفال كتير جنب بعض لان ده سن البلوغ. فانا ما بقتش فاهم، هو المفروض الشذوذ الجنسي ده حاجه لما اكلمك عنها شعرك يقف وتتخض ده كانه هو الاصل يعني والطبيعي هو والله الاستثناء حضرتك يعني. مش عارف والله حضرتك يعني الملفات دي في دار الايتام عشان يحصل معاهم كده بقى يعني. والله هو والله هي يا دار فندم الايتام والله دي هتبقى على 1 ولا 2؟ هي بيت، ما هي ما لازم انا ما بقتش فاهم حضرتك والله. انا شخص ما بقتش فاهم بقى. بالنسبه لي الكلام على الصفحه بقيت خايف اتاذي، بنتهدد بعيالنا وببيوتنا وباطفالنا ويجي لنا مكالمات من متسولين. طب المتسولين في الشارع بيعملوا ايه؟ الاطفال اللي في دور الرعايه اللي بنبوس رجل الوزيره وكل المسؤولين عن وزاره التضامن ادونا صور الاطفال اللي تم العثور عليها في سن 1 أو 2 نرجعهم. لا مش هنديهم. والمشرفين اللي داخل الدور بيقولوا لنا احنا جايين لنا تعليمات من وزاره التضامن ان احنا ما نتعاملش مع صفحه اطفال مفقوده وما نديكوش حاجه. طب ممكن نعرف احنا ضرناكم في ايه؟ احنا نفسنا نعرف انتوا بتعملوا بالعيال دي ايه؟ يا فندم واخدينهم ليه؟ اطفال مفقوده ايه؟ ده في واحد مات من اخواتي لما الوزاره جت تسال عليه في الدار بتقول فين سامي سعيد؟ يعني الوزاره ما عندهاش داتا باسم الناس اللي عايشه والناس اللي ميته، الراجل ميت بقاله سنه. بيسالوا عليه في الدار. يا فندم حضرتك يبقى يجيبوا المفقودين. منها يا سيدي الفاضل، دور الرعايه حضرتك عندنا طفله اسمها هنا من الدار بتاعت عصمه المرغني مخطوفه، المحل المحضر بتاعها تم حفظه، عندنا طفله ثانيه مخطوفه من دار في اسكندريه، المحضر بتاعها تم حفظه. كل ما يخص مخطوفه يا فندم حضرتك من داخل الدار، الطفله هنا مخطوفه من داخل الدار، الطفله اللي من اسكندريه من دار رعايه مخطوفه من داخل الدار، حضرتك انا عايز اعرف ايه نوع الجرائم؟ يعني ايه الحاجات اللي هتخلي الدوله تقف قصاد منتهكي اطفال دور الرعايه اللي هم ايتام؟ اللي صدقني يا استاذ وائل وحياه المصحف الشريف في اكثر من موقف واكثر من دار، احنا بنروح دور رعايه تقريبا كل يوم. والله يا استاذ وائل المشرفين اللي المفروض بيتعاملوا مع الايتام لما بنيجي نقول لهم انتوا ليه بتعملوا معاهم كده؟ يقول لك يا ابني انت فاكر دول ايتام؟ دول ولاد حرام. لما المشرف اللي المفروض هيقوم ويعلم ويفهم الاطفال انهم ازاي يطلعوا كائنات محترمة بني ادمين نافعين للمجتمع اللي هم فيه، هم بيتعاملوا ما, ما هي دي المشكلة شياطين في دور الايتام حاجة يعني حاجة شياطين يعني لا علاقة لهم بعمل الخير، هم شياطين. انت عارف يا استاذ وائل حضرتك انا دلوقتي قاعد بعمل ايه؟ عندنا اطفال، انا سهران قاعد بعمل ايه؟ انا راجل عندي شغلي وعندي شركتي وعندي حياتي، للاسف قاعد دلوقتي حالا ناس من دور رعاية تانيين بيبعتوا لنا على الصفحه زي ما كل يوم بيجي لنا اطفال، زي ما بندي الاعداد بتاع حضرتك الحالات خدوا لو سمحتوا طلعوا بس الاعلان. بنضطر نقعد لغايه الساعه 1 و2 و3 و4 الصبح طيب. نصور مع الولاد وناخد الفيديو عشان نعرضه على المجتمع يمكن حد يسمع صوته. حاسين ان احنا بنحفر في ميه.
بشكرك يا استاذ منى، بشكركم جميعا.